صباح كل سنه وانتم بخير. صباح كل سنه واذكر انتم بخير يا رب. ما تقلي لي برج العذراء بحب العمل. ايه صحيح صحيح. منغمس بالعمل. شو قصدك؟ عم شاكرني من اول الحلقه اذا بتريد. والله قليل الشغل تاعي شو بيعمل. بظن لا والجوزاء بحب العمل حبيبتي. بس مو بحس العذراء العمل اذا كان تسالي مو مثله. بحس العذراء هيك عنده هوس انه ما عندي مشكله بشتغل. يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. اليوم 2 يناير 2/1 كانون الثاني. تمنياتي لكم بكثير من السعاده. كواكبنا فيها تغييرات اليوم لانه اول الكواكب الواصله للدلو هو عطارد دخل اليوم على برج الدلو. بلش في تحذيرات بقى لمولود برج الثور لمولود برج الاسد. شوي على الصعيد المهني اموركم لا تعتبر كثير الافضل خلال الشهر القادم. مشكله ليست فقط بتقدم عطارد في برج الدلو، في تراجع كمان لعطارد ببرج الدلو ابتداء من 12-13 بالشهر. فانا نبلش هذا الشهر شوي ننتبه لانه لا يعتبر بالعمل كثير الافضل لمولود برج الثور او الاسد. المريخ ما زال متقدما في برج القوس، يعني لسه شوي تحذيرات للعذراء اضافه الى الجوزاء اضافه الى برج الحوت. طبعا كمان الزهره تتراجع في برج الجدي، عم بيخلي الامور ما كثير مريحه لمولود برج السرطان برج الميزان والدلو. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لليوم سريع التأثر بما يحصل حوله، وربما الأمور العلاقة بمنافسة أو حساسية من كلمة أو نوع من أنواع سوء التصرف. بتصير أنه يكون حدا من الناس اللي حوالينا يعني يحكي له شي كلمة ما كتير مريحة لنا. حاول تحذر أقوالك وأفعالك خاصة كردة فعل. ممكن تعصب اليوم تواجه الناس مولود برج الحمل بشوية عدائية. أنا رأيي إنك شوي منحرف المزاج أو شوي عصبي. مولود برج الثور لا اليوم أمورك جيدة، سواء حابب تسافر تلتقى بناس بتحبهم، عندك تحسن يمكن بأمورك، حظوظك مساعدة لتكلف كل من اختصاصه على كل من بالأولاد بالعائلة. في تبدل أو تطور والحياة مهامك تقوم بها بطريقة جيدة. بلشت الأمور مساعدة لمولود برج الجوزاء، يوم للمساعدات بامتياز. تقدم محبة، تمنح عطاء مادي، تتلقى من الآخرين. يعني هاي الأيام في حل لمشاكل الآخرين عند الجوزاء، من تحبهم ومخلصين لك هن حواليك بهاي الفترات. صداقاتك إيجابية وجيدة. أنا بقول إذا في كلمة من صديق اسمعها اليوم جيدا لأنه ممكن تكون نصائح. على كل اليوم للقاءات عائلية أو شخصية لمولود برج الجوزاء. مولود برج السرطان اليوم تأجيل أو تأخير، أو حاول تحل مشاكلك ولو ببعض التنازلات. في شيء اليوم هيك مضايقه لمولود برج السرطان، قرارات يمكن تحاول تأجيلها، أشياء تتمنى حدوثها. في شيء من الحماس ربما يقل ويزبل بهي الفترات. ما بعرف كلامك يختلط اليوم بالعصبية وشوي عندك إحباط أو يأس أو مزاج مو كتير رايق مولود برج السرطان. مولود برج الأسد لا اليوم عم تنظم وقتك وعم تحاول ترتب أمورك، بس اليوم عندك مسؤولية قصوى، شغلك كتير، والتوازن هو المطلوب بين ما هو ضروري عموما بين الأشياء اللي ما كتير ضرورية. هاي الأيام عم تلتزم بدوامك أكثر من المعتاد أو بأعمالك، حتى لو أنت بالمنزل ما فاضي تحك راسك، عم تركض ما عم تلحق. يوم لمولود برج الثور إيجابي وجيد، عندك تأثير مباشر بالآخرين، عندك دقة بالتعاملات، حوارات أو نقاشات أو قصص عم تلاقي لها حلول. هاليومين فعليا لن تلقى اعتراض على ما تقول مولود برج العذراء، كأنك عم تقنع من حولك وكأنك عم تصل للصياغ للتفاهم. مولود الميزان انت اللي شوي قلقان، وجود الزهرة تتراجع في برج الجدي مكان ما كتير مناسب، عم بيخليك ذو مزاج مكتئب او حزين. مولود برج الميزان دايق خلقه اليوم، حابب ينام، يمكن شغلته مشكلة من مشاكل اولاد مثلا او المراهقين. لا ترفع صوتك من امور تستطيع الاستغناء عنها. اليوم في ترقب او نوع من انواع الكمال أو نوع من أنواع الكآبة أو حتى نوع من أنواع الحواجز. مولود برج العقرب هاي الأيام أيام جيدة لعزيزنا مولود برج العقرب. ربما
تجد حل لمشكلة تشغلك أو حوارات إيجابية أو أخبار حلوة. اليوم يوم تحديداً ممتاز لعلاقات شخصية عاطفية، كن حاسماً بقراراتك، حاول اغتنام الفرص، يمكن في مصالحة أو ارتياح. عموماً في أوقات ممتازة ووعود متنوعة. مولود برج القوس، حاول تتعلم الادخار، رغم أنه هالعشر أيام يعتبروا الأفضل مالياً، بس عم تقبض تدفع، يعني ما أنا للادخار بالمجمل، بس فعلياً في مصاريف إضافية هاي الفترات، ربما على أمور صحية أو طوارئ، مع أنه الأمور المالية جيدة. بس أنا بدي أنصحك أنه خبي هذا المال فيما لو أنه يعني لتراجع عطارد، بقال لي رح يبلش 10-12 بالشهر حيكون في تراجع، حيكون هاي الفترات للصرف العالمية، يعني تصرف أكثر مما يجب ابتداء من 12 وما بعد. فحاول قدر إمكانك أنك تنتبه أنه مو كل شيء أنا بيجيني لازم هالدقيقة أصرفه. وعود مفرحة لعزيز مولود برج الجدي، وربما أنت قريب من أسرتك تلم شملها مثلا، تحاول إصلاح بعض الأخطاء، تفرح لمحبة الناس لألك، تكسب صداقات. ما بعرف إذا عم تحلم خلال هالشهر شهر ونص اللي جايين بطفل جديد أو عقار جديد، بس أنا أعتقد عنده الجدي نوع من أنواع التغييرات من هذا القبيل. حساس اليوم مولود الدلو أو عصبي أو منفعل، خذ مني نصيحة، لا تنفعل من أمور صغيرة، لا تدخل شجارات لست تحتاجها أو نزاعات، حاول تكون منظم ومخطط لما تريد. اليوم يوم علاقاتك، حاول تكون أفضل، لا تصطدم بمن حولك، مانك كتير مرتاح. يوم إيجابي لمولود برج الحوت، خاصة اجتماعياً عم تعيد بناء علاقاتك من جديد بصداقاتك، عم تزور أو تزار، تسافر أو تستقبل ضيوف من سفر أو مصالحات أو لقاءات مفيدة. هي الأيام فعلياً للسفر، للتجارة، للسعادة مع الآخرين، لحظوظك تكون جاي من غرباء. خليني عايد مولود اليوم لمولود اثنين وأتمنى له السعادة، شخص الأكثر هدوءاً والأكثر حساسية من الأشخاص اللي صداقاتهم دائمة لكنها قليلة، بيحتاج وقت لتكون صديقه، مو من الأشخاص اللي بيسقوا بسرعة. حديثه جميل، محب منزله، بيته، أولاده، بالعمل إذا عمله مش بيحبه هو مدمن عمل، يعني بيضل يعني قد ما اشتغل ما عنده مشكلة. من الأشخاص اللي متطلب من الطراز الأول، إذا تزوج فهو ملتزم ببيته بعيلته، سيد قراره ومسؤول. سنة جيدة جدا لأمور مالية، لتكون مشرق متفائل هذا العام، لسفر، لترقية، لتصل لهدف من أهدافك، ممكن يكون قصة سعيدة وإيجابية. سنة جيدة لك، إن شاء الله أيامكم سعيدة. رسائلكم أكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. عمر أمورك جيدة جدا يا عمر، سنة مهمة بالنسبة لك وغالبا للتغييرات. أنا بقول بالصيف، يعني الصيف هو اللي يكون رح يكون الأكثر فرحا، وهي سنة فيها قيد جديد يا عمر، يعني قيد جديد ارتباط، يمكن إذا ما أنك متجوز، أو بيبي جديد إذا كنت متزوج، أو رئاسة بعملك، يعني ممكن أنك تتلقى ترقية بالعمل شوي تأسرك. علي سهيل محمد مواليده 92، علي سنت حظك يا علي، سنة جيدة جدا 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 جدا، ما عندي تعليق لها لأنه كتير إيجابية وجيدة، وخاصة هالأشهر بالذات أنا برأيي فيهم نوع من أنواع التغييرات ابتداء من الثالث على كل. يا علي بشار كمان بدك للثالث يا بشار، مع أنه سنت حظك هذا العام، سنة جيدة جدا لك، بس هاي الفترات كأنه عندك كركبة عائلية، سفر، هي سنة سفر عالمية إذا على بالك، أو في نوع من أنواع التغييرات العاطفية العائلية. هي هاي الفترات في شيء عم تسعاله، عم ترتبه، عم تنظمه، يعني هيك. خلف أحمد عم بيسلم علينا 67، أمورك بالعمل الأفضل يا خلف. هلأ هذيك السنة ما كنت كتير مرتاح بالعمل، حتى على صعيد أمورك العائلية ما كتير مرتاح، لا السنة أفضل بكتير. هلأ أنا بيخطر لي بدك الربيع والصيف على كلين. بشار مع رنيم، غير بشار اللي قبل شوي جاوبنا 80، هون بشار ورنيم 88. بشار عم تمزح انك عم تسألني عن جد هاي العلاقة، احدى العلاقات الافضل، وحاول انك تتركها ولا رح تقدر،
إحدى العلاقات الأفضل حبيبي، أموركم جيدة جدا، والسنة للحظوظ القصوى خاصة ماليا إذا بدك يا بشار ورني. فينا ناخذ مشاركة مدام؟ تفضل. رح ناخذ غزل مواليد 9/1/94، حابة تعرف عن كل شيء. يسعد أوقاتك يا غزل، منيحة السنة ماشي حالها، الصيف هو المفرح أنا برأيي يا غزل، مع إنه حتى هالشهرين حلوين، بس أنا برأيي لا، إذا في شيء مهم حيكون بالصيف بالمجمل، والأمور لإلك إيجابية بفترات الصيف. عائدة 85، أمورك جيدة يا عائدة، سنة حظك، بس بدك تنتبه شوي صحياً وعلى المستوى الشخصي، لأنه هون طوال السنة تعبك. هلأ هي يمكن إزالاً بارتباط إذا على بالك. الله يقدم فيه الخير ويجعل أيامكم دائماً سعيدة. وأيامك بألف خير. شكراً لك مدام نجلة. شكراً يا مدام.